مساحة. مس الورد من جديد أعزائي المشاهدين، احنا كنا يعني ولا ان علاقة بالفاصل كملنا، لكن طالما انهينا بعنوان قصيدة درويش الله يرحم روحه، نريح من السياسة حتى نحكي عن الصداقة. نعم. والبعد الإنساني. نعم. صداقتك مع الراحل محمود درويش. نعم. كيف بدأت، كيف تجلت، وماذا أنتجت من التعاون المشترك؟ يعني صداقة على امتداد 39 سنة في حياته. يا الله. ومنذ وفاته الصداقة مستمرة، لأنه فعلا الغائب الحاضر، يعني صح. لا يكاد يمضي يوم إلا ويأتي إلى البال والخاطر، أحيانا عبر خبر، أحيانا عبر نكتة لاذعة كان قد قالها، أحيانا عبر صديق آخر كنا نلتقيه، لكن من النادر أن يفتقد المرء صديقا بهذه الحدة، مع أنه من 2008. نعم. الله يرحمه. ذلك أن كان بيننا ما كان يحب أن يسميه جلسات البوح، مرة أو مرتين في الشهر لوحدنا، وكان الحديث لا حدود له، يعني من بحث قضايا ثقافية، من بحث قضايا سياسية كبرى، إلى النميمة المحببة، أي شأن، الدين، الوطن، القيادات، المثقفين، الشعراء، إلى آخره. ما يدردرش للأصدقاء يعني أبدا، يعني ما لا يستطيع الواحد منا أن يقوله أمام شخص ثالث أو في الصحافة أو في الكتب، كنا نقوله بيننا وبين بعضنا، كم أفتقد إلى جلساتي. أنصف المسلسل دكتور أسعد؟ أعوذ بالله، ما أنصفه، أعوذ بالله. وأنا بعتقد بصراحة ما في مسلسل يمكن أن ينصفه، كي لا نظلم بس المسلسل، بعدين المسلسل سلق سلقا، ولكن المستقبل مفتوح لمسلسلات جادة وتأخذ وقتها وزمنها، وربما يجب أن يكون، يعني بالتأكيد يجب أن يكون من نوع آخر، يعني هذا الشاعر الذي نجح في اقتحام العالم. طيب في المشهد الشعري الفلسطيني أين تضع الراحل محمود درويش، وأين تضع الله يعطيه الصحة سميح القاسم؟ لا شك أنه يعني سميح القاسم هو أيضا من القمم العربية في الشعر، ولكن شخصياتهم يعني كلاهما أخ حبيب وصديق، ولكن إذا كان سميح هو طائر النورس الذي بهدوئه يأخذك إلى شواطئ الأمان والسكينة، فمحمود طائر يحلق عاليا ومن نار، طائر بركاني، طائر فنيق، يحترق ثم يبعث من جديد، ويحرق ويبعث من جديد. صح. لكن لا شك أننا نتحدث عن قمتين في الشعر، ربما البعض يعتقد أن محمود قد خرج إلى العالم أكثر واقتحم العالم أكثر، ولكن هذا ولا بأي شكل ينتقص من القيمة الشعرية الخاصة، كما نحن نعلم أن هناك شعراء مغمورين لكنهم شعراء حقيقيين، وهناك شعراء مبدعين ليس بالضرورة في الشعر وإنما في فن العلاقات العامة، فيشتهر ويبرز، ولكن ليس هذا ما يعطيهم الصفة الإبداعية الحقيقية. سميح قمة من القمم، عملاق حقيقي، كفي أنه مقيم يعني، طبعاً ملازم طبعاً للوطن طبعاً.
كيف قرأت تجربة يعني التجربة الفكرية العقائدية للراحل محمود درويش؟ كان يساريا وبعدين يعني بطل يساري، بعدين زعل من اتفاقية أوسلو، بعدين حرد من المنظمة، وبعدين وأظن إقامته كانت في عمان يعني. نعم عمليا بآخر فترة بعمان. نعم. قبلها طبعا سنوات في باريس قبلها. خليني أغير السؤال دكتور أسعد، إنه إلى أي حد المثقف المفكر؟ نعم. والوطني. نعم. منتسب لوطن له هذه الرخصة في أن يغير المواقف يعني هو طبعا دون رخص. لا دون لا هو بالتأكيد لم يغير مواقف، وإنما غير أشكال يعني. هو بدأ حياته شيوعي، أيام كانت الشيوعية تعني في القضية الفلسطينية العقلانية السياسية المبكرة التي جلبت على نفسها لوما شديدا. فهو إن انتهى مع السلام ومع دعوة السلام فكان منسجما مع نفسه، وإنما تغير الشكل، تغير من كونه شيوعي سابق إلى عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير، ولكنه لم يكن راضيا عن اتفاق أوسلو فأعلن استقالته. وهو أصلا دخل السياسة بمعنى، هو طول عمره سياسي، عاش ومات سياسيا، عاش ومات شاعرا، عاش ومات أديبا كاتبا. يعني أنا بحب ألفت النظر لنثره فيه عمق سياسي وفيه عمق فلسفي وفيه شعر، فيه شعر يبز كثير من الشعراء لأنه تكوينه شعري كله يعني تركيبه، وعنده عقل سياسي وعنده عقل حضاري عصري من الطراز الأول. ومن أهم ميزات محمود أنه كان جريئا في طرح رأيه، يعني لم يكن، كان على الصعيد الشخصي في أحيان كثيرة حيي وخجول، لكن في مواقفه لم يكن حييا ولا خجولا، وفي مواقفه أحيانا من الناس ما قلنا هيك في لكن لكن حقيقة أنه في هذا المجال كان يعني منسجما مع نفسه وإن تغيرت الأشكال. إذن هو زي ما تفضلت كان متناغما في مواقفه من الداخل، لكن الحيثيات والمواقف اللي حوله كانت طبعاً تتغير. صحيح. ليست على قدر أحلامه ربما. صحيح. أعود إلى السيرة الذاتية قليلا، ولو أن السر اللي حكيته أو ما حكيته في بداية البرنامج، بقول أنه حكيت مع بيت الموسيقى قلت لهم بدي شاب أو صبية، واشترطت شوف يعني اشترطت أنه يغني فقط لمحمود درويش عيد أغاني مرسيل خليفة. لكن موسم امتحانات طبعا فحبيباتي كل الشباب والصبايا في حالة تفرغ، قلت يعني سنكتفي بلقائك بكل الاحترام، لكن لن يمنع أنه نستضيف حد يغني لمحمود درويش لاحقا. سنعود إلى تجربتك الأكاديمية دكتور أسعد في الكويت. نعم. قضيت 9 سنوات إلى أن حصلت على الأستاذية هناك. نعم. في جامعة الكويت. صح. ما أين تضع الكويت في داخل يعني بداية حياتي الأكاديمية؟ أيضا شملت كندا والولايات المتحدة والجامعة الأردنية أيضا. نعم. لكن ال حجم الأساسي زي ما تفضلتي هو كان في الكويت، ولهذه قصص يعني تتعلق أصلا بموقف السياسي وبالوضع العربي الرسمي السائد يومئذ. الكويت يا سيدتي، ربما أنا أحد المحظوظين جدا حيث عشت في الكويت في عصرها الذهبي، نحكي عن السبعينات وبداية الثمانينات، نحكي عن 74 ل 83، يعني تقريبا 10 سنوات. للأسف الشديد، رب ضارة نافعة ومصائب قوم عند قوم فوائد، ما حدث في لبنان التي كانت سويسرا العرب وواحة الديمقراطية والتنوع والغنى الفكري والثقافي والثقافي والإعلامي، الكويت ورثته جدا. ليه؟ لأنه البنية التحتية كانت موجودة عبر الحركة الوطنية الكويتية ما قبل ظهور الحركة الإسلامية بكل أطيافها وألوانها من جهة،
وبالتالي انتشرت الصحافة وكانت الأقلام وكان التلفزيون مع الدعم المالي المنتديات نعم. وكان الكويتيون حقيقة في ذلك الوقت لا يميزون على الإطلاق ما بين القضية الفلسطينية وحبهم للفلسطينيين فكان هناك إغداق. أصلا الإغداق بدأ بأن حركة فتح اللي هي الحركة الأم يعني في الثورة الفلسطينية المعاصرة نشأت هناك وعنيت بها الكويت ودول أخرى عناية خاصة. فللكويت والكويتيين فضل لا ينكر، ولكن حظي القوي أنني لم أعيش هناك بالأربعينات ولا بالخمسينات ولا حتى بالستينات ولا الآن. يعني أنا بعتقد أن التركيبة المجتمعية الكويتية اختلفت كثيرا، والأوج الذهبي كان من حسن طالعي أنني عشت في ذلك الوقت. فعلا يا أما من حسن طلعك يا أما من ذكائك، أشهد لك بالذكاء دكتور أسعد. كيف تبرر، إحنا أحيانا مندرس لطلبتنا مهارة الاتصال نعم. كيف تكون مؤثرا، هذا سؤال تمهيد حتى نحن شومان كيف تعبت على حالك هذا التعب حتى تكون بهذا التأثير؟ يعني ما شاء الله عليك، بعرفك من الثمانينات كنا صغار كثير انت كان عمرك سنتين اكيد اكيد. هذا التوهج اللي بشخصيتك دكتور اسعد، هل هو وراثي مثلا ولا اسم الله مؤثر؟ وهذا هذا هلا راح نحكي لاحقا كيف ادرت موضوع شومان. شكرا يا ستي، لكن بالتاكيد بالتاكيد جزء مهم منه جينات. يعني رحم الله عددا من الذين أثروا في، خاصة والدتي التي كانت إلى ما قبل 105 أيام كانت ذات شخصية مبدعة، شخصية اجتماعية من الطراز الأول إلى آخر ما هنالك كي لا نغوص تفصيلا. فلا شك أن هذا أثر، وكذلك الحال من جانب والدي بجوانب أخرى، أخوالي عمومتي. لا شك أنه جو العائلة في البداية أطفى. اثنين، إذا ما نسينا الجينات، فالمرحلة أيضا التي نشأت فيها كانت مرحلة الصعود في المد السياسي العربي. نعم. يعني جئت، جاء وعي إلى هذه الدنيا، الوعي السياسي والفكري والثقافي، مع أيضا العصر الذهبي للحركة العربية. فبعد نكبة فلسطين الأولى بال48، الخمسينات شهدت ازدهارا في الفكر الليبرالي الذي سمح بمعناه التقدمي نعم. الذي سمح لكل ألوان الطائف، من قويين عرب إلى شيوعيين إلى حزب تحرير إلى إخوان المسلمين، كل الأطياف كانت. وجاءت المرحلة الناصرية ومتواكبة مع المرحلة البعثية، والأحلام كانت كبيرة وكانت تبدو الوحدة العربية. الآن إحنا يا دوب نتحدث عن الوحدة داخل المدينة العربية الواحدة كانت الوحدة العربية. كنا نعتقد يعني كنا في كانت حجم ثورة التوقعات، مش ثورة الشك، ثورة التوقعات. الآن ثورة الشك عندنا من المحيط إلى الخليج. كنا نتوقع أنه مش في حياتنا في غضون 15 سنوات، خاصة عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، أنه من المحيط الهادري إلى الخليج الثائري ستكون يعني وحدة عربية. العدالة الاجتماعية، تحرير فلسطين إلى آخره. هذا الذي هذا الـ 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 هذه الينابيع التي نهلت منها وانتعشت بها، والحوارات السياسية والمنتديات والعمل الحزبي وتنوع الأحزاب وتنوع المنتديات، كل هذا لا شك أنه أسهم في هذا الحضور في هذه التربية الخاصة، بعيدا عن التربية العائلية أو التربية المدرسية.
برضو في السحر وسر الحضور، يعني كل تفضلت فيه مبرر، لكن نعم. سبحان الله في ناس عندهم كارما أو هالة يعني بيكونوا مؤثرين. ناخذ الفاصل ونكمل. نعم. رح نحكي عن 14 سنة مديرا عاما لمؤسسة عبد الحميد شومان للثقافة والفنون. كل العمانيين بعرفوا ماذا كانت تعني شومان آنذاك، وما زالت الحمد لله، لكن في خصوصية في إدارة الدكتور أسعد. نأخذ الفاصل ونعود.